الله يرحمه. الله يرحم مين؟ يلا عايزين يا ابني، يلا مفيش فايدة. استنى يابا بس استنى يا دكتور، يعني احنا جاهزين للسفر في اي حتة. تسافر بمين؟ التقارير والإشاعات بتاعت الحالة اللي قدامي دي بتقول دي حالة حد بيحتضر. الدكتور جمال فين اللي هو متابع حالتي وكاتب لي الأدوية دي؟ سعادتك أنا الدكتور جمال وروشيتا دي روشيتتي، لكن الخط ده مش بتاعي، معرفش. تقصد إيه يعني يا دكتور؟ زي ما بقول لك كده. هو مش ده الدكتور اللي بيجي لك البيت؟ لا مش هو. التاني ربع كده وأسمراني و عنده حسنة كبيرة في مناخيره. استأذنك يا دكتور بقى عشان عندي تصوير. تصور هعمل دور دكتور برضو. ايه ده المعلم زكريا؟ ايه ده انت بتعرف المعلم؟ اه طبعا. انا ماليش دعوة. انت انا ماليش دعوة. قول الحقيقة. انا ماليش دعوة. قول لي بدل ما اخلص عليك. انا ماليش دعوة. المعلم عزيز واخواتك هم اللي رسموا عليك الدور ده. انا حيالله ممثل. هم اللي قالوا لك كده؟ قالوا لي ان انا اكتب لك دواء يهد حيلك وتصدق ان عندك سرطان وفي ايامك الاخيرة. يابا اسمعني يابا. اسمع ايه؟ اهدى يابا اسمعني. بلاش سلاح عشان خاطري، كل سلاح عليش طار. بلاش سلاح. اوعى عايزين هما اللي قادوا النار اللي هتحرقه. اوعى سيب السلاح عشان خاطري. بلاش سلاح، سيب السلاح. ماشي اهو. يابا يا في يا زين. يابا اسمع يا زين. يابا عشان تعيش وسط الديابه لازم قلبك ميت. حافي على ورايا. خير يا معلم؟ ورايا. روحي فكي ودنك وارميها في الحاره، شوفي لنا ايه العباره. من عيني الجوز وداني اللوز. حوا بسرعه. ناقص ورقتين ويكملوا الثلاث بواقي. تعد في مالي ومكن الاوانطه. انت واخواتك الحراميه يا كلاب عايزين نموت. معطرين دكتور عشان تنهبوا مالي. انا اخدوا كامل بمحمل يا كلاب. ماليش دعوة. انا عبد المأمور، مش بإيدي حاجة. انا مجبور اقول نعم وحاضر. اخواتك النسوان يقولوا حاضر، انما سنب الرجالة لما يطاطي يقول حاضر ليه؟ ليه يا كلاب؟ ليه يا انجاز؟ انا عارف على لساني وابلع لساني كمان. انا مش قد الديابه خلاص اتسعروا. اخوك غلبان مش قد خيط الديابه لما تتنصب. تنصب الخي عليا يا اخويا يا كبير. يا كبير. انا مش كبير. انت الكبير بمالك ومقامك. خليت اخوك الكبير مرمطون، خليت عزوز يتحكم فيا بفلوسه ومالك. خلى الكرباج ترفعها على اخوك الكبير. انا عارف وجعتك فين، مش في الكرباج، ها؟ في الفلوس. لا هي دي روحك؟ ها انا هاخد روحك. اوعى الفلوس. اوعى الفلوس. احنا مالناش دعوه. عزوز هو اللي يمشينا واحنا وراه. وماله؟ يبقى خلي عزوز يديها لك. ها اوعى سيب لاجيب اجلك. الا فلوسي يا زكريا. اسم المعلم زكريا. سيدكم وتكرسكم يا كلاب يا اولاد يا اولاد الكلب. يابا هتفرج عيال الناس. يابا عشان خاطري. خلاص عشان خاطري. أنا هعمل لهم قرصة بفضيحة في الحارة. هخلي فضيحتكم جلاجل. هخليكم عبرة للي يسوى واللي ما يسواش. فرق عمر يا معلم. هات كرم واجمع كل الناس كبير وصغير. فاهم؟ حاضر يا معلم. يلا كله إلا فلوسي. يلا كله إلا فلوسي. يلا كرم شوف فلوسي يا زكريا. انجز يا كرم انجز. مش فلوسي، خد روحي. فلوسي لأ، فلوسي لأ. يا جميلة في إيه يا سوسة؟
مصيبة سودة يا بنت. انت قايفة ايه؟ المعلم زكريا كشف حوار الدكتور وعرف انه مش عيان، هو عينه بتطق شرار. يا نهار اسود. طب يلا يا جميلة نهرب قبل ما يرجع ويقتلنا. انت لسه هتفكر ينجزي هيرجع ويذبحنا ويعرف انك عارفة الحوار ومشاركة فيه. يلا المعلم قال محدش يخرج من الحارة ولا يدخلها، خليك هنا لحد ما اجي. عينك في وسط راسك، محدش يدخل ولا يخرج. يا مراسي، فاكراني من الرجال اللي بتقلبيهم؟ يا مراسي يا لهوي، ده انا الديب الكبير، فاهم ولا لا؟ لما نيابي قامت بتعضيني، بتعض اخوكي، بتعضيني. يا معلم يا اضربني، موتني، بس اديني امرأة يا معلم. يا ابا عشان خاطري، كفايه كده يا ابا عشان خاطري، كفايه خلاص. يا كلاب فرج عمرك يا معلم، هتعرف تجرها ولا قلبك خفيف؟ الشغل شغل يا معلم. هاتها كله منك انت السبب. اوعى يا اوعى يا واطي، اوعى يا واطي. يلا يا اقعدي، اوعى يا واطي، اقعد يا زينهم يا خراب. يا لهوي يلا يا لهوي يلا. يام حبيبة جدتها ايه ده؟ نار يام، دي بتفرفر. يا عيني امها كانت كده، ولدتها وفرفرت واتاكلت. واضح قوي ان البنت زي امها هتفرفر وتتاكل. طب وحياتي عندك يام، اعملها لبخة او اي وصفة من وصفاتك. لبخة ايه؟ لبخة ايه؟ المعلم زكريا عرف حوار ان هو مش تعبان، وقلب الدنيا تحته مدور الضرب في اخواتك. كرم ومراسي ده قلب الدنيا. هو عزيزتي مقتول يا كلاب؟ بقول لك يا خان، يلا الضرب يا خان. اوعى، بقول لك ما ربطناش على كده. ابعد عني، هولع في العرب اللي فيه. عزوز يا معلم، عزوز الساعة شيطان وتعدي، اكبر لخيالك ولما يهدى لينا قعدة وكلام. مات الكلام يا كبير، يا ابن الكبير. عجب انت هتقعد هنا في البيت تكمل بيت عمرك؟ الساكت انا الحق شيطان اخرس، وانا كنت عارف وساكت. وانت فرج يا معلم، هتقوم على الحاره، وانت تعالى قدامي، فوت قدامي يا كلاب. يا كلاب اوتوني. يلا يلا، انت حظك اسود ومهبب. يلا يلا يلا، ما تخافيش يا حبيبي، ما عنديش الخوف. على نفسك اشهدوا يا حارة، اشهدوا يا حارة على القرايب الواطية الغدارة، اللي مني بينهبوني وانا اشتكيتهم للكبير، والكبير يحكم، واللي ملوش كبير بيشتري له كبير. وانت كبرنا يا معلم زين، سمعني حكمك، عين العقل يا معلم، وانا هكبر لقولك ومش هقطع ايديهم، بس اللي ينهبني ويسرقني ما تجمعنيش بيه حته واحده. بحور اللبن اللي بينا اتحكرت خلاص، ولازم تسيبوا الحارة وهتمشوا منها عافين زي ما جيتوا فيها عافين. ويمين بالله لولا العيبة هطلعكم منها زي ممكن ما ولدتكم. عايز تطلعنا مال يا انجاس يا رمة؟ استنى بس يابا وندخل نتكلم جوه، هم يحبوا على ايدك. زين خليك بره الديابة. المعلم زين حكم وحكمه ينفذ. فتشوا ما فرج. تعال فرج، فتشنا. طالما المستور اتكشف يا معلم يبقى عليا وعلى اعدائي. جميلة دي، بقولك ايه، اكتمي يا مراسي، ما تتكلم، اكتمي.
والذهب يا معلم زين كله من مالنا. جميلة مكيش دعوة بالحوار ده، طلعيها الذهب يا جميلة. الذهب يا حبيبتي منك ليها. ولا شرارة عندك فك السلسلة. والحلق يا جميلة يا أختي. والحلق يا روح أختك. والسلسلة إلا خاتم أبويا يا معلم. سيبوها لها يا جميلة، سيبوها لها، سيبيها يا جميلة. كنت عايز أشتري خاطركم بس ما معيش فك. شوفوا اللي هلمحه في الحتة هنا ملوش عندي دية ومش هسمع عليه. اللي تؤمر بيه يا خال عزول. أؤمر إيه العجازة؟ معلم زين أمر إنكم تطلعوا من هنا حافيين، ولا يكسر كلمته أنا هكسر دماغه، فقلعوا الجزم كلكم. يلا يا كلاب. لا يا أم بقولك اللاي اللاي جزمتك يا بنت حبيبة. موديهم على بيض خدوا فرق قضيهم على الوصولات دي أضمن مال اللي اتنهد. نم ده مراسي يمضي يا خالتي. أوامرك يا معلم زين. عندي حظ. يمضوا ويبصموا كمان، واللي مش عاجبه يطلع ايده، وده شرع ربنا للحارة مش ربنا قال كده؟ الحرامي اللي بيسرق يطلع ايده. زفوهم يا للحارة. الحرامية يا أم، الحرامية يا أم، أم الحرامية يا أم. يلا كل يخسر يخسر ملازم. برا برا يا كلاب. خلي دول معاك يومين ثلاثة وهدي أبويا وما ترجع لبجريها. امسك عزوز. ليك وهتاخدوا علينا ومش هندفع. تعالى يا معلم زين. وحق خرجتنا مفضوحين في ليلة العيد، ما هسيب حقي منك ولا من ابويا. تعالى. اوامرك يا معلم زين. فرج هات الوصلات. وصلات هي عندك انت يا سيد المعلمين. اوامرك يا سيد المعلمين. فرج يمضي امضي يا فرج وطلع اللي في جيوبك. ده انا راجل قطعك يا معلم. وبعدين انت عارف ان الستات كلمتهم نافده ومراسي اسهل ما عندها ازازه السم. امضي وابصم وحصلهم. حاضر يا معلم. انت بقى بالذات مش هتفرق معاك انك تمشي حافي، ها؟ عشان كده دواك تلبس الجزمه. امين. اوامر يا معلم. يلا يلا كل واحد يروح لحاله. المولد اتفض. يلا السحور وجب. زين يلا سارق عشان خاطري يا زين. المال الحرام ناره قادت وهتبلع الكل. اللي بياكل حرام الحرام هياكله. يا هيرة لو عايزة تقعدي في الحارة تقعدي ولسانك جوه حنكك. لا زكريا مش هسكت.
النار اللي تعملت ايه ده؟ دي في الاخر هتولع في ابني. تعالي يا اما ندخل نتكلم جوه البيت. حد الله لا ادخل له بيت ولا اقعد معاه تحت السقف واحد. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. يما اسندني يا زين، اسندني. لا من شرارة. اسندني يا حبيبي. شرارة. أوامر يا معلم. سندل أنت في الحارة مكان فرك، هتعرف ولا تحصله؟ أنت اخترت البديل الصح في التوقيت الصح. فتح عينك. الديابة طبعها الغدر. أوامر يا معلم. معلش يا زين.